عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض إعادة تدوير للجينز والاسطوانات القديمة، هنعمل بيهم فكرة حلوة قوي. هستخدم هنا اسطوانتين، وده جزء من بنطلون جينز، وبرده الجزء التاني ده كان موجود على الجيب، هنستخدمه في التزيين زي ما هنشوف مع بعض. وهستخدم سلسلة حديد، دي كانت موجودة عندي في شنطة قديمة فخدتها، وكمان يعني ممكن نستبدلها بحاجات تانية. هنشوف فكرة التزيين ايه اللي هيمشي معاها، بس دي كانت موجودة يعني ما اشتريتهاش، وبرضو هي موجودة عند محلات الخردوات بتتباع بالمتر، بتبقى موجودة يعني تقريبا المتر منها مش عارفة 15 جنيه او ايه، وطبعا في منها احجام برضو. وهستخدم هنا كرتون يكون جامد شوية، هاخد مقاس الاسطوانة على كرتونة بالشكل ده. هنستخدم الكرتون هنا عشان نقوي بيه الاسطوانة، ما تبقاش الاسطوانة بس كده محطوطة، لا ممكن نستخدم برضو اي شكل من الكرتون، لو اجمد من كده كمان هيكون احسن. هاخد بقى المقاس بتاع الاسطوانة اللي موجودة عندي، حدد على الكرتونة مقاس الاسطوانة، هعمل منها مقاسين لان عندي اسطوانتين هغلفهم بالكرتون بالشكل ده. بس في حاجات كده في الشغل بتبقى محتاجة تتظبط، دي اهم حاجة، اهم من عشان تديني نهاية او نتيجة كويسة. هقص بقى الشكل اللي انا خدته بتاع الاسطوانة، هقص الشكلين خلاص، وبعد كده هلزقهم على الاسطوانة. تمام كده، هلزقهم بشمع عادي جدا. اي كرتون تقدري تستخدميه، مش شرط يعني يكون، ممكن يكون كرتون تشيبسي، كرتون زيت، اي حاجة موجودة عندك، اي كرتون استخدميه، مهم يكون جامد. هجيب بقى حتة قماشة من الجوخ، ده كان موجود عندي برضو ما اشتريتش اي حاجة. لو مش عندك القماش الجوخ استخدمي اي قماشة عندك قديمة، اي شكل مفيش مشكلة، ممكن تغلفي برضو بجينز مفيش اي مشكلة خالص. هبتدي برضو اخد مقاس الاسطوانتين وهبتدي الزقهم بالشكل دوت، وبرضو خدت مقاس الدايرة بتاعة الاسطوانة، زودت كمان سنتي عن المقاس بتاع الاسطوانة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين على الجينز. اختصرت بس الخطوات ديت عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. هبتدي الزق بالشمع برضو، وهشد القماشة على الجزء اللي هحط كده على الجزء اللي انا حطيت عليه الكرتونة. تمام، يبقى وش عليه الكرتونة والوش التاني عليه قماش الجوخ عشان برضو يكون باين شكله كويس. هبتدي الزق بالشمع وهشد عليه القماشة بالشكل ده كده عشان تكون مشدودة، ما يكونش فيها حاجات او حتت مثلا مش ملزوقة او شكلها مش متظبط. تمام كده، هبتدي بقى اقصقص من على الحرف شرط كده صغيرة، وهبدأ اتني الجزء ده كده، الجزء الشرط اللي انا عملتها من الجنس هبتدي احط عليها شمع وهتنيها لجوه على الجوخ. برضو هشد القماشة، هدوس عليها جامد قوي كده واشدها لجوه وانا بتنيها. تمام كده، خدت بقى الجزء اللي هو فيه استرس ده من تحت في الجيب بتاع البنطلون. تمام، وهبتدي احطه في شكل اسطوانة من الاسطوانتين اللي غلفتهم من تحت. انا عايزة الجزء ده يكون جاي كده بزاوية في الاسطوانة من تحت. برضو وانا بلزق هحط شمعة من الجزء اللي تحت كده في القماشة، وهبتدي اشد لتحت عشان ألزقها على ظهر الاسطوانة. خلاص برضو هكمل والزقها كويس قوي. تمام، هقص بقى حتة مستطيلة كده من الجينز برضو. كل ده ما خدش معايا كمية كبيرة يعني بالبنطلون، ده ما كملش يعني جزء كده حوالي نص متر من جزء واحد من البنطلون يعني. خلاص هبتدي اجيب بقى سوستة، دي مقاسها 20 سنتي، هقيس مقاس السوستة في نص القماشة اللي عندي. برضو هحاول احددها بالمسطرة عشان تكون مظبوطة قوي، يكونوا الاتنين مقاس واحد. خلاص هبتدي احدد كده الجزء اللي هو من تحت اخر السوستة
علامة كده على ظهر الجنس بألم جاف يكون واضح معايا خلاص. وبرده الجزء اللي هو من عند فتحة السوستة من فوق برده عند نهايته برده هحدد مكانها، وهحدد الجزء بتاع فتحة السوستة من النص عشان اخد خط كده بالمسطرة زي ما هنشوف برده دلوقتي مع بعض. كده انا حددت مقاس او حجم السوستة هيكون فين بالظبط في القماشة. هوصل بقى مكان السوستة او فتحة وقفلة السوستة هوصل بالقلم الجاف عشان ابتدي افتحها بالمقص. المهم بتكون المقاسات مظبوطة عشان ما تبقاش الفتحة بتاعت السوستة اكبر شوية. لو اصغر هنقدر نكملها، انما لو اكبر هتكون صعب شوية ان احنا نداويها. الفكرة بسيطة خالص، ممكن اي حد يعملها على فكرة، بس محتاجة تركيز شوية وان احنا برضه في الخطوات نكون قايسين المقاسات مظبوطة عشان الشكل يطلع في الاخر مظبوط. تمام كده، هبتدي بقى اتني حتى القماشة عشان اقدر اعمل فتحة مظبوطة مكان ما انا عملت الخط اللي في النص بتاع القلم الجاف ده. بص من عند العلامة بتاعة النص اللي انا عملتها مكان تمام، احدد بس مقاس سوستة بالشكل ده. مكان القلم او مكان السوستة. هبتدي امشي بقى على الخط اللي انا عملته ده بالمقص، هي هفتحها كده طبعا لحد مقاس اوصل للمكان اللي انا العرض معلمه بتاع عنده. القماشة ده هيكون تقريبا كده حجم الشنطة. انا ممكن اقلل عنه شوية يا رب عشان ما التصوير تبقاش بس يكون اوسع، واضح. تكون واسعة قوي يعني. خلاص بالشكل ده، وبرده الجنب اللي انا عملت منه خط هقص كده برضو هنا كده بالشكل ده، انا الجنب هفتح ده جزء الخول صغير حوالي خالص نص سنتي، برده من الناحية التانية والناحية التانية بالشكل نفس ده كده. الكلام. ليه بقى؟ عشان احنا هنتنيها دلوقتي، فلما اجي اتنيها ما تبقاش مرفوعة عندي من الجنب. هبتدي بقى اتني الجزء ده كده، هبتدي بقى اتني بالشكل ده حجمي كده بمسدس بمسدس الشمع الشمع عادي جدا. برده حتة صغيرة خالص ما تكملش نص سنتي. هحط شمع بالشكل ده وهبتدي اتنيه. خطواتها سهلة، بس اللي احنا بنعمله دوت عشان خاطر تقفيل الشنطة يكون مظبوط. وادوس عليها كويس قوي عشان ما تفكش معايا. ثبت السوستة على الجزء اللي انا خلاص كده تنيته تنيت كده، طبعا الجنبين، انا قلب هجيب بقى السوستة على السوستة الناحية التانية وهبتدي برضو بالشكل ده، اثبت هبتدي لها برضو على الجزء اللي اثبتها انا بالشمع. تنيته. اخلي بالي من فتحة وقفلة السوستة عشان ما يجيش عليها خلي شمع بالنا ما وتبقى نجيش صعبة على معايا في الفتحة الفتحة بتاعة او تبوظ السوستة مني. تمام، يبقى احنا هنحط بس على عشان الجزء ما بتاع تبوظ فيه الطرف او ما بتاع تتفتحش السوستة، معانا. في هنبعد عن خطوات فتحة كده وقفلة لازم ناخد السوستة بالنا خالص. منها. هثبتها برضو كويس قوي بالشمع. خلاص هبتدي بقى اظبط مقاس القماشة، يعني هخلي الجزء بتاع السوستة الطرف دوت قد الطرف ده، فهياخد المقاسات وهشيل الزيادة كلها من القماشة اللي على الطرف وعلى الحرفين او على الجنبين بالشكل ده. برضو هحددها بالقلم الجاف، يعني نعمل علامات تكون اسهل بالنسبة لنا بدل ما نقعد نقيس كده وبرضو في الاخر ما يطلعش الشكل مظبوط، فاخدها كده بالقياس احسن واسهل كتير. تمام، يعني ممكن اسيب جنب السوستة حوالي 4 سنتي من الجنب ده و4 سنتي من الجنب التاني، والطول هيكون مثلا 24 طول القماشة، يعني يكون اطول من السوستة شوية. خلاص بالشكل ده كده. بصوا انا هنا بحدد ان ده الجزء ده يكون قد الجزء ده. خلاص هبتدي بقى اقص كل الزيادات ديت خالص. هبتدي بقى اجيب جزء من التول نزين بس الشكل اللي هو قدام دوت، نزينه بأي حاجة. كان عندي تول هنا ابيض موجود عندي برضو، يعني نحاول على قد ما نقدر نستخدم الحاجة اللي موجودة عندنا في التزيين وفي ان احنا نعمل حاجة جديدة ويكون شكلها حلو. خلاص هبتدي اجيب برضو حتة مربعة كده من التول وهبتدي اقسمها نصين بالظبط. هجيب ابرة وخيط
بنفس اللون، وهبتدي اخيطها كده من النص بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، بكشكشة بسيطة خالص. بالشكل ده هكملها كلها، هلف عليها الخيط عشان تثبت كويس قوي، وهبتدي احط جزء من اللي انا حطيته في الشنطة ده، كان برضو موجود في البنطلون، فقصيت جزء منه صغير حطيته في نص الفيونكة بالشكل ده. هبتدي بقى اثبتها في نص الشنطة برضو بنقطة من الشمع كده، هحاول اوسطنها تكون مظبوطة. تمام كده. الكشكشة بقى اللي احنا عملناها في التل هنحاول نبينها بالشكل ده، هشد الطرف لورا كده على الظهر بتاع الاسطوانة، وهبتدي برضو ألزقه بمسدس الشمع من الظهر. خلاص ده بالنسبة للجنبين. الجزء برضو اللي نازل من الفيونكة اخترته برضو حطيته من نفس الشكل، حطيت كده جزء عادي جدا وثبته بالشمع. هبتدي بقى اجيب الجزء بتاع الجينز اللي احنا عملنا فيه السوستة، وهبتدي اوسطن او هقلب الاسطوانة الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده، بحيث يكون شكل الشنطة باين معايا. خلاص يعني لما اقلب الشنطة تبقى فتحة السوستة مظبوطة معايا. خلاص هبتدي اتني بقى القماشة بين على الطرف، هتنيها حتة صغيرة خالص برضو بحيث ما يكونش الطرف بتاع القماشة باين عندي. هاتني كده بالشكل ده، هثبتها برضو كويس قوي. اهم حاجة ان انا احط النص او الجزء اللي هو فيه شكل او فيه رسمة ده يكون مظبوط عندي، يكون قصاد السوستة تكون مظبوطة فيه. تمام هبتدي برضو اثبت بالشمع. خلاص يعني اي حاجة او اي جزء انتي عاملاه فيه شكل ده اهم حاجة يكون متظبط في الشنطة. خلاص وهبتدي بقى احط طبعا الظهر موجود سادة معلهوش اي حاجة، فانا خدته من حرف القماشة وبدأت الفه كده برضو بالشمع لحد ما وصلت لاخر القماشة، لزقته عادي جدا بالشمع. هجيب بقى جزء من خيط المكرمية اللون الفضي ده برضو كان موجود عندي، وهبتدي اثبته كده بحيث تكون الجزء دوت طالع ناحية السوستة. تمام بالشكل ده كده برضو هثبته كويس قوي بالشمع. نختار حتة صغيرة مش لازم تكون كبيرة، يعني حتة تكون حوالي 4 أو 5 سنتي. وبرضو الجنب التاني هعمله بنفس الشكل. خلاص هجيب بقى كرتونة، جزء من الكرتون اللي هو نحاول نختار الجزء المضلع، عايزين مقاسه يكون من الجزء اللي احنا ركبنا عند الودنة بتاعة الشنطة من الجزء ده للجزء ده، نحاول كده نقيسه على قد ما نقدر يعني، او بالنظر كده نشوف هيحتاج قد ايه. وهبتدي اتني كده التضليعة او ابين التضليعة اللي موجودة في الكرتون بالشكل ده، بحيث يكون الكرتون عندي مقوس او واخد شكل التدوير عشان يمشي مع الشنطة بالشكل ده. هجيب حتة قماشة برضو من الجينز تكون اكبر شوية من الكرتون، وهبتدي ألزقها بالشمع برضو. المهم احافظ على التضليعة والتدويرة بتاعة الكرتون مفردهاش. تمام هبتدي ألزق بقى القماشة بالشكل ده على الكرتون واثبتها كويس قوي. نحاول نعمل الشغل ما يكونش الشمع فيه باين، ما يكونش فيه جزء ما فيهوش مش مجزوق، او يكون جزء مهوي مش متظبط. لا احنا برضو القماش واحنا بنلزقه نحاول نشده كويس قوي. خلاص كده بعد ما تنيت القماشة كلها هتني الاطراف بتاعها على الكرتونة، والزيادات اللي في الطول هشيلها هقصها مش عايزاها بالشكل ده كده. خلاص هجيب برضو حتة اطول في الطول وفي العرض من الجزء اللي انا عملت فيه الكرتونة، وهبتدي ألزق على الظهر بقى بتاع القماشة الجينز بالشكل ده، هبتدي أثبتها بالشمع برضو.
واضح كده قدامكم، بس اهم حاجة الخطوات زي ما قلت لكم تكون يعني، او الشغل يكون مظبوط. هي خطواتها سهلة ما فيهاش اي حاجة. هبتدي بقى الزق الزيادات دي على الجزء اللي عندي بالشكل ده كده. لو حاسة ان القماشة كبيرة ممكن تقصي منها، مفيش مشكلة. هبتدي بقى اثبتها في الشنطة، الجزء الفاضي اللي عندي هثبتها بالشمع عادي خالص، وهزين الحرف بتاع الشنطة بخيط المكرمية بحيث يكون شكلها احلى بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب الحزام اللي هو الحديد. طبعا انا زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها موجودة عندي في حاجات قديمة او ما اشتريتش اي حاجة. هبتدي اثبتها كده في الودنة، طبعا هي بتتفتح بمنتهى السهولة، فهبدأ ادخلها في الودنة بتاعت الشنطة. طبعا هي شكلها ملقش خالص، فانا غيرتها وهستخدم الخيط بتاع المكرمية. هقص جزء كده منه وهبتدي اربطه في الودنة بتاعت الشنطة بالشكل ده. ممكن تثبتيه بالشمع زي ما قلتلك، حاولي تستخدمي الحاجة المتاحة عندك او الموجودة في البيت، ما تكلفيش نفسك. احنا بنحاول نعمل من يعني من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، بنحاول نستغل او نستخدم الحاجة اللي موجودة عندنا في البيت. ده كده شكلها النهائي. طبعا التزيين والشكل اللي احنا عملناه دوت، تقدري تستخدمي اي حاجه تانية، تقدري تستخدمي قماش جوخ تعملي منه وردات على الشنطه من قدام، تقدري تعملي اي شكل، استغلي اي حاجه مركونه عندك او قديمه او مش بتستخدميها في انك تعيدي تدويرها وتعملي منها حاجه جديده بشكل ده طبعا. ومفيده هتنفع بنوتك وحلوه قوي، عمليه جدا. طبعا الخيط اللي هو خيط المكرميه ده قوي وبيستحمل، المهم ان احنا نكون مثبتينه كويس قوي من الجزئين او الودنتين بتوع الشنطه بالشكل ده. تقدري تقصريه عن كده زي ما تحبي. بس اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.